يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل بتنجان بالموتزاريلا والطماطم كده بطريقه مختلفه وجديده، وبعد كده هنعمل مشروب الزبادي بالبرقوق. المكونات اللي عندي، عندي هنا بتنجان، عندي شويه من الريحان الناشف، عندي بقدونس بقسماط وجبنه بارميجان، عندي جبنه موتزاريلا، وعندي شويه من الطماطم. الموتزاريلا والطماطم متقطعين مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين، وهنا عندي شويه من التوابل الايطالي اللي هي لو ما عندناش هي عباره عن روزماري وريحان وزعتر، ممكن نجيب الحاجات دي ونخلطها مع بعض. طيب بسرعه كده خليني بس اوريكم هنحضر البتنجان ازاي. احنا البتنجان هيخش معانا الفرن مرتين، وكل مره هيقعد تقريبا بنتكلم في ربع ساعه. اول مره مجرد بقطع البتنجان اهو، بالشكل ده واسيب العرق بتاعها موجود، خلاص بيساعد ان البتنجان يفضل محافظ على شكله. حلو قوي. جيب بولة كده احط فيها شوية من زيت الزيتون، عليه شوية من الملح، شوية من الفلفل الأسود، وشوية حلوين من الريحان الناشف. خلاص بدي الكلام ده تقليبة كده كويسة. نجيب الفرشة، صينية عليها ورقة زبدة اهو، هرص البتنجان بتاعي وهندهنه بالخليط بتاع زيت الزيتون. بس بص هو مفيش حاجة اهو، خلاص بيبقى ده شكله بالظبط. وباخده ادخله الفرن، يعني بنتكلم في ربع ساعه. وانا بحضر لكم هنا بيطلع شكله في الاخر بالشكل ده. بوله اكبر شويه، جبنه الموتزاريلا بتاعتي اهي، عليها الطماطم، البقسماط، وجبنة بارميجان، وانزل بالتوابل الايطالي وبباقي الريحان بتاعي. خلاص على الكلام ده شوية من زيت الزيتون. ندي الكلام ده تقريبة كويسة قوي. بعد كده هنعمل بس حاجة صغيرة قوي، لأن في الآخر أنا عايز، إحنا في الآخر هناكل ده بمعلقة تاكل من جوه، هيبقى الحشو بتاع البتنجان وعليه كمان الميكس اللي إحنا هنعمله. فهنجيب كده سكينة صغيرة، وهاخد هناخد البتنجان كده عشان لما يخش يكمل سوا ده يتفتح ويتخلط بسهوله، وبيبقى مهري كده فبنقدر نطلعه بسهوله بالتوبينجز اللي عليه اللي هي الجبنه الموتزاريلا والطماطم. بص عشان دي مستويه شويه اكتر فهي بتمشي فيها اهو، هو ده اللي بقول لكم بيبقى مهري سهل قوي ان احنا نهرسه ونطلعه. طيب خلصنا، نوزعهم كده بس بطريقة كويسة. وانا عشان كده لابس الجوانتي عشان بس عايز اعرف ايه، نحط بقى شوية حلوين كده هنا ونحاول نخليها ما تقعش على الصينية، يعني اللي يقع كده بس نجيبه عشان ما ينزلش الكلام ده يتحرق في الفرن. دي ضغطة كده بس نثبتها
بس وانا بحطها كده بحط ايدي اتاكد ان هي ما تقعش بره. تطلع حاجة قوية جدا. خلاص بعد ما ايه رصينا كده الكلام ده كله هناخد الصينية دي زي ما هي تخش على الفرن سايبينه على 200 بص كده مشغلينه فوق وتحت زي ما قلت لكم على 200 ندخل نقفل وهنسيبه بالظبط بالظبط ربع ساعة وهنطلعه نقدمه مع بعض على طول. خلينا نطلع اخطف فاصل في السريع كده على ما البتنجان بتاعنا يستوي ونرجع نعمل مع بعض مشروب الزبادي بالبارود. تروحوا في حته. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. واحنا قبل ما نطلع فاصل حطينا البتنجان بتاعنا في الفرن، عايز اوريكم كده شكله عامل ازاي وبعد كده نعمل مشروب ونرجع له تاني. بصوا خلاص الجبنه ابتدت تسيح استوى، انا بس مستني اخد ايه تحميره كده من الوش. حلو قوي. طيب عندنا ايه؟ هنعمل زبادي بالبرقوق. عندي شويه من الزبادي، شويه من البرقوق الفريش، وشويه من العسل، واخيرا شويه من ورق النعناع. هناخد البرقوق كله اهو، هحط معاه كام ورقه من النعناع، هنزل بيه العسل، واخر حاجه عندنا هنزل بالزبادي. عندنا بقى نقدر نستعمل كله بالزبادي، لو عايزين نحط شويه لبن ممكن نستبدل الزبادي باللبن لو مش حابين. هنسيب الكلام ده يتضرب بقى مع بعضه. زي الفل، كاسات قديم على طول. برضه هقول لكم لو مش عايزين القشر ممكن نصفي الكلام ده، انا دايما بحب العصاير بتاعتي تبقى فيها القشر، بيبقى فيه فوائد كتير جدا وبيفرق جدا كمان في الطعم. شاليموهاتنا ونبقى عملنا الزبادي بالبرقوق. خلونا بقى ايه نروح نبص كده على العظمة اللي احنا سايبينها في الفرن. يا سلام، بصوا طلعها لكم بره سنة كده، بصوا اللون اللي خدته، بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا شكلها عامل ازاي، والجبنة احمرت من فوق، والريحة ريحة بيتزا، ريحة إيطالي جدا من الريحان كمان الناشف اللي احنا حاطينه. ابتدي بقى ايه بحذر كده ننقل بقى. عاملها معاملة البيتزا بالظبط، وزي ما قلت لكم دلوقتي هتبقى استوت، هتقدر بالمعلقة نخش ونغرف شوية من الحشو أو من القلب بالخلطة العظيمة دي. أهو ناخد شوية من البقدونس
شوية صغيرين مش كتير، احنا بس عايزين ايه نغير اللون. نبقى عملنا مع بعض البتنجان بالخلطة بتاعت الموتزاريلا والطماطم والبارميجان، وعملناها زي ما قلت لكم مع الزبادي اللي بالبرقوق، ونبقى كده وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. شوفكم الحلقة الجاية، متنسوش تحبوا بعض، سلام عليكم.